دايرين لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناه ايمان بيوتي، معكم ايمان. واليوم غادي نقدم لكم حيل تجميليه غنستعملوا فيها بالفازلين. كيف ما كنعرفوا الفازلين متوفر في كل البلد، كاين في كل بيت باثمنه مناسبه ديما عندنا، ولكن ما كنديروا به والو. الحاجه الوحيده اللي كنعرفوا نديروا به هي التطيب، ولكن هو عنده عده استعمالات لا تحصى. ما نقدرش نقول لكم تقدر توصل حتى 100 استعمال بمساعده الفازلين. اليوم غادي ندوي لكم على البعض من الاستعمالات ديالو، خصوصا التجميليه اللي غتعاوننا حنا المراوات يعني حنا النساء باش تسهل علينا شي حوايج. اول حاجه غادي نهضر على التطيب. كنعرفوا الفازلين مرطب رائع للشفاه، اكثر حاجه في فصل الشتاء، يعني في فصل الشتاء الشفاه ديالنا كتنشف لينا بزاف. الفازلين كنرطبها، كناخذ واحد شويه كنديرو في الشفاه ديالنا وكنعسو ديما قبل ما نعسو نديروه، كيرطب بزاف، يعني نقدر نقول لكم احسن من اي مرطب ديال الشفاه. ثاني حاجه مقشر، يعني نديرو معاه شويه سنيده ونقشروا به الشفاه ديالنا، كتولي ورديه ورطبه والملمس ديالها جد ناعم. الاستعمال الثاني اللي غنهضر عليه هو مثلا الا كان عندنا شي شاكر هو مات وبغينا شويه تكون فيه واحد شويه اللمعه، كنديروا على كار ديالنا، كناخذوا شويه الفازلين كنديروا شويه هنايا في الوسط، كيولي العكر زوين ولامع، وكنقدروا نستعملوه حتى مثلا جلوس. وكذلك بالنسبه لك كان عندنا احمر خدود ما كيبانش بزاف، كناخذوا شويه من الفازلين كنطبقوه على الخدود ديالنا، وكناخذوا احمر الخدود كيولي كيبان وكيدوم مده طويله. وثاني بالنسبه للملمع الهايلايت اللي كنحطو هنايا كنقدروا نستعملو قبل منو الفازلين، عاده نديرو كيولي لامع بزاف، يعني الا كنا غاديين لشي معروضين ولا شي حاجه تحزه زعما سبيسيال كنقدروا نديرو الفازلين قبل ما نديرو الهايلايت، كيولي كيبان لامع ورائع. الحاجه الاخرى هي انه كيساعد الشفر ديالنا باش يطوالو، يعني ديما قبل من النوم ناخذ واحد شويه ونديروه للشفار ديالنا، كيساعدهم كيوليو ما كيطيحوش لينا بزاف، و يعني في الصباح نغسلوهم ما كيبقاش كيتوسخ بزاف. الحاجه الاخرى هي انه كيثبت لينا الحاجبين ديالنا، يعني النهار كامل كيبقاو في نفس البلاصه كناخذو غير شويه كنديروه، عاده كنديروه عاده نتراسيوهم كيبقاو ثابتين وفي مكانهم. يمكن لينا ثاني نديروه الا كان عندنا شي فغا بوبيير شي لون بغينا نديروه في الجفون ديالنا وما كيبانش، يعني باهت كناخذو شويه من الفازلين وكنديروه في الجفن العلوي ديالنا، وعاده كنديروه فغا بوبيير كيولي كيبان لينا كيلمع واحد شويه واللون ديالو كيولي مجهد، يعني كيبان اكثر. هادو هادشي اللي قلت دابا بالنسبه للمكياج. وهكا الحاجه الاخرى اللي نقدروا نستعملوا فيها الفازلين هي مثلا اللي كنا جامعين شعرنا وكيطيحوا لينا واحد الزريبات ما كيكون عندنا صغيورين وما عجبوناش، كناخذوا شويه من الفازلين وكنلصقوهم وكيبقاو لاصقين النهار كامل ما كيبوجيوش من بلاصتهم. الحاجه الاخرى اللي نهضر عليها هي الا كانوا عندنا الاطراف ديال الشعر ديالنا كان ناشف كناخذو ثاني شويه الفازلين. ملي كنقول شويه هي واحد غير شويه، يعني واحد شنقول يعني شويه من الفازلين باش ما يتيدبش لينا شعرنا بزاف، ونديروه في الاطراف ديالنا كيوليو كيبانو زوينين وانهم كيعطيو هذاك المنظر انهم في صحه جيده. الحاجه الاخرى هي الترطيب. فازلين كيرطب مزيان وكنعرفو كاملين، نديروه اليدين ديالنا والرجلين ديالنا، نلبسو تقيشرات نباتو بهم في الصباح كيوليو الرجلين واليدين ناعمين بزاف لواحد الدرجه رائعه، وكنقدروا نديرو به القماش لاي بلاصه في الجسم ديالنا، الكوعين المرفقين كنقدروا نديرو لاي بلاصه كنرطبو بها. وديما نستخدمو الا بغينا نديرو به قماش نستخدمو بالاستعانة مع السكر، كنخلطوهم وكنديروهم نديرو بهم القماش، واليدين حتى هما ورجلينا لاي بلاصه بغينا نديرو لها القماش
راه احسن غوماج هو الفازلين وسنيده. انا مجربه وكيعجبني بزاف. كاينين بزاف الاستعمالات، يعني انا دابا غير كنتفكر وكنقول يعني بزاف الاستعمالات اللي وليت كنجربهم بالفازلين وسهلوا عليا الحياه ديالي. كنقدروا كذلك مثلا الصباط مسخ عندنا بمساعده ديال الفازلين، دغيا كتمسح هذيك البقعه وكيبان لك الحذاء انه ولا لامع ولا زوين. كذلك ما نساوش الفازلين دي ماكي، يعني كيزيل المكياج بواحد الطريقه سهله. كناخذوا شويه في يدينا بحال هكا وكنحيدوا به المكياج، كيحيد المكياج حتى المقاوم للماء وفي نفس الوقت كيرطب لينا البشره ديالنا. ثاني الاخطاء ديال المكياج، مثلا الا خطانا في الايلاينر ولا شي حاجه، كناخذوا غير بحال مثلا بحال هادو، كناخذوا شويه الفازلين كنحاولوا نصحوا به الخطا ديال الايلاينر بسهوله، كيتمسح وما كيخليش الاثار. الصراحه انا دابا كنقول كل مره كنقول شي حاجه وكنتفكر حاجه اخرى، ما نقدرش نقول لكم الاستعمالات ديال الفازلين شحال كثيره بزاف. كنتمنى يكون هذا الفيديو فادكم واخا غير شويه، وكنتمنى انكم تدخلوا في الروتين ديالكم الفازلين حيت راه عنده بزاف الاستعمالات، يعني غير اي حاجه تخيلتيها في راسك غيساعدك فيها الفازلين. مثلا بحال دابا انا كنهضر تفكرت مثلا شي طانكه بحال هكا ما بغاتش تدخل لك في ودنك، كتاخدي شويه الفازلين دغيا كتدخل. كذلك خاتم الا كان صغير واحد شويه كتاخدي فازلين دغيا كيدخل ودغيا كيخرج. كذلك مثلا تفكر دابا بالنسبه للاظافر، الا كنا كنخربقوا الاظافر ديالنا ملي كنصبغوا نديروا صباغ الاطفال، ما كنخربقوا الجناب، يعني قبل ما نصبغوا ناخذوا واحد شويه من الفازلين نديروها في الجانبين ديال الاظفر عاد نصبغوا، يعني واخا لو وسخنا ملي كنا نمسحوا هاد الجناب بالقطن من بعد ما كيبقاش موسخ لينا يعني الجناب ديال الاطفال. وكذلك تفكرت واحد الحيله، الا بغينا نجربوا شي فيرمي وما عندناش مزيل الاظافر وما فينا ما زعما نخربقوا، قبل من هكا كناخذوا الفازلين كنديروه في الاطفال ديالنا عاد كنديروا هذاك الصباغه، كتحيد بسهوله، كتحيد كتاخذي غير القطر وكتمسحيه بحال هكا، يعني بلا مزيل الاظافر الصباغه بلا والو كيتحيد بسهوله. المهم كنتمنى هادشي اللي قلت لكم يفيدكم واخا غير شويه، وسمحوا لي الا كنت كنهضر بالزربه حيت كاينين بزاف الاستعمالات، يعني انا كطيح ليا وحده في بالي كنقولها لكم، ما كرهتكمش تدخلوا في الروتين ديالكم فازلين حيت غيساعدكم بزاف ورخيص ومتوفر في كل مكان. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، الى عجبكم ديروا لايك وما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي. باي باي البنات، سمحوا لي بقى ما كملت، تفكرت جوج حيل وبالضروري خاصني نقولهم لكم. اول حيله هي الا طاح لك المكياج على الحوايج، ملي كتكوني كدير المكياج ضروري طاح لك شي حاجه ولا مسيتي مثلا الحوايج ديالك، كتاخدي قطينه كديري فيها شويه الفازلين كتمسحي هذيك البلاصه اللي توسخات لك، كيمسحها بواحد الطريقه عجيبه كتحيد بالزربه وما كتخليش الاثار، غير جربيها. الحيله الاخرى اللي تفكرت هي الا بغيتي تحرقي شي مكان، استعانة بالآلة ديال الحراقة، ألوغ كتاخدي شوية الفازلين كدهني هذيك البلاصة المكان مراد الحراقة ديالو بالفازلين، أو كديري غزوة آلة الحراقة كالعادة، كيحلق بسهولة، كيخلي المكان رطب والملمس ديالو ناعم وما كتجرحيش إطلاقا، غير جربيها نفعتني بزاف هاد الطريقة. البنات كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، كنتمنى يعجبكم الفيديو وما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه ديالي. كذلك ما تنساوش الا كان عندكم شي اقتراح كتبوه لي في الكومونتير غادي نديرو على الراس العين، الا كان عندكم شي تساؤل ولا اي اقتراح كتبوهم لي في الكومونتير غادي نجاوبكم، وما تنساوش تشاركوا في سناب شات والانستغرام، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف سناب شات ديالي والانستغرام ديالي. كنتمنى البنات يكون عجبكم الفيديو. باي باي.